بالمناسبة هو موضوع حرب المجاهدين صفيان طهراوي طيب مهدان من البقاع المقدسة أرض الرباط مقدسة تزيد أرض فيها هذا الرباط طيب سلام دونك في قمة الخطورة وربي يكملهم ويكمل لهم المهنة المهمة تاعهم وجاو غانمين سالمين الحمد لله. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يحفظهم ويجازيهم جزيل الشكر وجزيل العطاء وهذا المجاهد عنده اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. احنا مهما قلنا عاش بسيط لكن المهم انه تلاقينا عندنا بزاف تلاقينات مع خاوتنا هيا وكانت لنا الفرصه باش نكرم خاوتنا ودون الاثاره عندنا تروفي حاج احمد قدم هادو حاج نادي بو علي كلمة نشكر نشكر إخواني على التكريم بارك الله فيكم والحمد لله اللي قدرنا ربي قدرني ربي باش نحقق الحلم تاعي الذهاب إلى غزة. كان عندي حلم من بكري حلم واللي شفتو ثم ربي عالم به رانا عايشين في نعمة ونعيم وفي أمن. هذه من نعم الله ثم تلك أقل شيء الناس ما عندهمش الحق في الحياة ماشي مريسكين حياتهم كل يوم الحق في الحياة ما عندهمش ربي معاهم اللي يعاونهم كان غير ربي فقط مساكن مساكن يعني تاع الصح مساكن 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 يعني الحق في الحياة محسوب باش الحق في الحياة ما عندهمش. والخلاصة تاع قولك يعني النظرة تاعي لأهل غزة رجال ونساء ناس رجال وكرامة يعني رجال بأتم معنى الكلمة وكرامة. كاين واحد هذا وين حكيتها الجماعة خطرة واحد قال لنا نجيب لكم غدوة الحوت حنا قلنا الحمد لله باسكو الماكلة كنا ناكلو مرة في النهار وبراتيكمون دومي راسيون ومن بعد فهمنا باللي هذا راح يسب العمر باش يجيب لنا الحوت باسكو شعام الصياد قتلوه. قلنا له يا ودي ما كان لها تروح رانا ما كان لها بارك الله فيك درت نجاس. قالنا لا يمكن نجيبها بعمري هذاك الحوت كريناه كشغل يعني السيد ماشي جبد واش عنده في جيبو الدورو التالي بعمره سب العمر بعمره باش نعطيكم نظره بصيد باش نعطيكم نظره على العقليه تاعهم ويحبونا بزاف يعشقونا كي تقول لهم الجزائري ولا الجزائر يعشقونا ماشي غير يحبونا فقط. وبارك الله فيكم على التكريم كثر خير من رحم والديكم. هيا سي طيب طيب مهدان طيب الوطني طيب الوطني راه عليه
هيا عامر. شكرا لكم. عامر من صغاري قلت لنا ما كانش ولد. لا معليش. الله يجازيكم والله يبارك فيكم وكثر خيركم على هذا المبادرة وعلى هذا الخرجة، يعني ما شاء الله يعني فوق حقها شوية. الله معليش شيء البسيط هذا. احنا في الحق ما درناش جميل ولا درنا حاجة كبيرة يعني خارج، احنا فقط درنا قليل، جزء قليل من الواجب الذي كان يتطلبه الوضع والأمر. وأنا في اعتقادي ويعني ظني القاطع أن كل واحد من الإخوة الأطباء اللي راهم هنا معنا لو أتيحت له هذه الفرصة لكان هو الأول والسباق. فقط احنا الله سبحانه عز وجل اختارنا يعني ووفقنا أن أتيحت لنا هذه الفرصة ووضعنا أمام الامتحان، فما ما رطيناش هذه الفرصة. أما لو كان جات les blessés par projectiles des obus par projectiles et sous bombe dès que le bombe fait des fragments ça qui m'a appelé phosphore des fragments qui fait le mrid l'oulad qui fait tout c'est bon ça rentre en كامل مفقود اشتهى خيطو برك c'est à dire ils sont pas obligés bah préparer le sarin تاعهم خاوين préparé déjà ما تشوف قيمه بليتو قوه وشده هذا الشيء اللي راه صار يعني تاع الجوع وتاع الشيء الثاني الناس ما يقولوش هذه حكاها لي الناس ما يقولوش سيتادير يجيك واحد قاعد 3 ايام ما باش لا الفول ما كاش الماء ما يشربش باسكو ماشي اللي ما يشربش ما يشربش ويعرى كاين بزاف قال من بعد يحكي لي التلميذ قال لي من بعد احنا نحكم مع بعضنا بعضكم صحابين قلت له كثر من احنا كيف راه صاير تحت احنا ما عندناش سبحان الله باه تشوف الناس الشيء اللي كانوا فيه على مازالوا فيه على كل ربي يجازيهم مالك وهم ربي معاهم سي با فاسيل سي با فاسيل واش الانسان اللي يقدر يعاون كان بزاف سبل تاع كلمة بدعاء لا لا الدعاء والمادة الدعاء ما يدير والو يلزم المادة قارن الدعاء انا بديت نتقلق في البارح سابت الحاجة واحد داير لها قال من قال لا اله الا الله وقال واش من قال من حكم قلت هنا قال فقط الدروها فقط عينيها صافي اليوم كنت جاي 18 Yeah.